فيديو جديد لوريث الحكم في كوريا الشمالية كيم جونغ أون بثه أمس التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي. الفيديو أظهر الابن الأصغر لزعيم الدولة الشيوعية كيم جونغ إيل خلال مشاركته في مؤتمر الحزب الحاكم الذي انعقد في نهاية سبتمبر الماضي. وفي نفس الفترة تم تعيين كيم جونغ أون في مناصب سياسية وعسكرية كبيرة في الدولة المنعزلة. وكانت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية قد نشرت في نهاية سبتمبر الفائت أول صورة لكيم جونغ أون وهو في العشرينات من عمره، وهو ثالث أبناء زعيم الكوري الشمالي والذي لا يعرف عنه الكثير سوى أنه تلقى تعليمه في سويسرا. مصادر صحفية رسمية كورية شمالية ذكرت السبت الماضي أن زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل وابنه وريث الحكم كيم جونغ أون حضرا عرضا عسكريا الجمعة الماضي في بيونغ يونغ في محاولة منهما لإثبات قوة النظام بعد تصعيد التوتر العسكري بين الكوريتين.